اهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة تانية. وصلنا لفقرة دنيا الجمال. النهاردة في دنيا الجمال في تاني ايام العيد حبينا ان احنا نتكلم عن طرق العناية بالبشرة والانواع المختلفة لحقن الوجه. طبعا بتكتر المناسبات في الاعياد، حفلات الخطوبة والزفاف. حبينا طبعا نقول لكم كل ما هو جديد لاطلالة متميزة للعروسة. بصبح عليك يا دكتور كوسان طيب، وخلينا نتكلم يا دكتور في البداية عن الطرق المختلفة للعناية بالوجه. طبعا اكيد البشرة المصرية لها انواع مختلفة وليها الوان بتميزها، فخلينا نتكلم بشكل مبسط عن البشرة الاول المصرية. الحقيقة البشرة اساسا كل سنة وانتم بخير وبسلامة. البشرة بنقدر نقسمها الحقيقة الى 6 انواع. النوع الأول هي البشرة الدهنية. البشرة الدهنية تتميز بوجود خلايا دهنية بنسبة عالية، وميزة البشرة دي إنها ما تعجزش بسرعة، لكن عيبها إن هي ممكن مع لو ما تمش الاعتناء بيها بطريقة معينة ممكن تعمل حاجات كتيرة زي إكزيما الدهنية وزي حب الشباب وهكذا. النوع الثاني من البشرة هي البشرة الجافة. البشره الجافه دي بتميز بان الخلايا الدهنيه فيها كميتها قليله، ودي بتقتل حصوصها في التعرض للشمس لفترات طويله. والبشره دي تتميز بانها بتتجعد بسرعه، ده عيب فيها. والحاجه الثانيه ان ممكن لو تعرض الانسان لفتره طويله جدا تتكون بعض القشور وتبتدي تتكون اكزيما الجفاف. النوع الثالث من البشره مزيد من الاثنين، بشره مركبه. بنلاقي ان مقدمه الراس زائد الانف زائد الشفه من اعلى دهنيه، بينما الخدين بنلاقيها بشرة جافة، ودي من البشرات المستحبة. النوع الرابع من البشرة اللي هي البشرة الصبوحة، البشرة الجميلة اللي هي دايما تتميز بنعومة ودايما صافية، ودي حلم كل فتاة وكل فتى ان يكون فيها. النوع الخامس البشرة، البشرة الحساسة اللي فيها الأوعية الدموية تحت الجلد بتبان بسرعة، فمجرد ما تتعرض اي اكل اي ادوية او اي حاجة زي كده تبص تلاقي هذه البشرة تتكون فيها بقع حمراء وتبقى مشكلة. البشره السادسه اسوأ انواع البشره اللي هي البشره المختلطه اللي فيها بنلاقي هذه البشره الملطخه فيها خراريج ودمامل والتهابات موضعيه وندمات وبصور وهكذا. دول ال6 بشرات اللي احنا نقدر نتعامل بيها في كل انواع الجلد على مستوى الارض. بتحصل مجموعة من التغيرات بتصيب البشرة أو الوجه عامة بتجاعيد، وده يا دكتور الحقيقة بقى في الفترة اللي احنا فيها مش مرتبطة بتقدم السن أو العمر، ولكن الحقيقة بيكون لها أسباب كتير. فإيه أسباب التغيرات اللي بتطرأ فجأة على الوش وتخلي حتى مش عايزين نقول تجاعيد، في علامات حتى؟ لا، احنا لازم نتفق ان هي مرتبطه بتقدم السن، يعني كل واحد لما بيكبر في السن بتبتدي تظهر هذه العلامات، لكن في حاجات ثانيه تساعد. على سبيل المثال الناس اللي بتدخن، او الناس اللي بتتناول الكحوليات، او الانسان اللي بيشتغل 8 ساعات مش زي الانسان اللي بيشتغل 18 ساعه، او الانسان اللي اصيب بمرض قبل كده، جاله زهر، جاله درن وحاجات زي كده، هو جات له هذه الاصابات. فهي مجموعه عوامل داخله مع بعض. ما تنسيش الناس اللي بتعمل رجيم قاسي، ما تنسيش الناس اللي بتعمل عمليات في المعده وفي الامعاء وفي عندهم بعض الاضطرابات في المعده والامعاء، ما تنسيش كمان الاضطرابات اللي بتحصل في الدوره الشهريه في بعض السيدات. دي كلها مجموعه عوامل لو دخلت مع بعضها هتخلي مقدره الخلايا الدهنيه على انقسام تقل، هتخلي مقدره الخلايا العرقيه على انقسام تقل، هتساعد في ترسيب الدهون على جدار الاوعيه الدمويه، تبتدي تحصل تغيرات معينه في الخليه. ايضا المواد الكيميائيه اللي موجوده في النهايات العصبيه زي الاسيتايلكولين زي الادرينالين، كل هذه المواد تبتدي تقل وهكذا. في مجموعه هذه التغيرات هي اللي بتؤدي الى ظهور العلامات والتجاعيد بالنسبه للوجه. انت قلت يا دكتور البشره الصبوحه، عشان تبقى البشره صبوحه وما فيهاش علامات او تجاعيد او حتى بصور او حبوب نعمل ايه؟ لا، حاجات كتير جدا. في البدايه نهتم بنعرف اول نوع بشرتنا، وبعدين نستخدم الكريم المناسب لهذه البشره سواء كان حمض او قاعده او قلم. ايضا نبتدي نتعامل مع عدد مرات غسل الوجه، النوع المعين من البصور، ظهور اي انواع من الكريمات الملطفه الموجوده اللي احنا نستخدمها. كل دي عوامل. الاهتمام بالتغذيه بتاعتنا، التغذيه اللي فيها فيتامين الف او فيها فيتامين ب، الف اللي بيكون البشره، والبيم اللي هو بيغذي الاوعيه الدمويه وهكذا.
بالتأكيد في أنواع مختلفة من الميزوثيرابي للعلاج أو لحقن الوجه. البداية الحقن اللي احنا شايفينه ده البوتوكس اللي ظهر قدامنا على الشاشة، هي العلامات اللي موجودة في الجنب هنا اهو. نبتدي نحن هذه العلامات بهذه المادة، ده النوع الأول من الحقن اللي بنستخدمه، وعلى طول في خلال 3 أيام بنبص نلاقي هذه العلامات اختلفت. لكن لينا تحفظين مهمين جدا. أول حاجة إن البوتوكس بيشتغل على العلامات الديناميك، يعني اللي أنت لما تيجي تروح أبسط قورة زي ما شايف التعبيرات، مجرد ما أظهر هذه التعبيرات البوتوكس يشتغل عليها. لكن لو كان الوجه فيه هذه الخطوط والتعبيرات ولا تتأثر بحركة الوجه فهنا البوتوكس ما ينفعش، ينفع حاجة تانية من الحقن اللي هو حقن الفلاش. فاللي احنا شفناه في الأول على الشاشة وظهر قدامنا دلوقتي ده النوع الأول من الحقن عن طريق مادة البوتوكس. قبل ما ندخل على الأنواع التانية يا دكتور، بالنسبة للبوتوكس إيه مميزاته وإيه عيوبه، خصوصا حضرتك ذكرت إن هو متعلق بس بالتجاعيد أو العلامات اللي بتظهر نتيجة تعبيرات أو حركات الوجه المختلفة؟ بالظبط. أنا يمكن برضه زي ما ظهر قدامنا على الشاشة إن دي سيدة بعد عملية الحقن بنقول لهم لازم تحرك وشها بالدم والفرد كذا مرة، دي نمرة واحد، تفرد وتقفل لمدة 3-4 ساعات. الحاجة التانية ما تقعدش ما تنامش لمدة 5 ساعات على الأقل. الحاجة التالتة حركة دائمة للعين، لأن البوتوكس إذا المريض نام بيؤدي إلى مشاكل كثيرة جدا في كل أنحاء الوجه. فدي التحذيرات اللي بنديها والتعليمات اللي بنديها بعد عملية الحقن. الحقيقة عيب البوتوكس إنه مادة مكلفة، إنه ما بيقعدش غير 3 شهور إلى 6 شهور، إنه محتاج يتعمل دايما باستمرار. العيب الثاني ان ملهوش تاثير في الخطوط العميقه الاستاتيك اللي هي موجوده اساسا في الوجه. فبنضطر ندخل في النوع الثاني من الحقن اللي هو الحقن بالفيلرز. ايه الفرق يا دكتور بين الفيلرز والبوتوكس، وهل الفيلرز بيكون اقوى من البوتوكس في الفتره اللي بيتم فيها علاج الوجه يعني، ولا هو بيكون مؤقت ولا لا؟ هو كلاهما مؤقت. بس الفيلر اتجاه والبوتوكس اتجاه تاني. الفيلرز بدخل في الخطوط اللي موجوده في الخدين، الخدود اللي هو موجود الخدي الفكي، العلامات الموجوده في الذقن، الخدين لما يسقطوا ده بيبقى حقن عن طريق الفيلرز. ده النوع التاني من الحقن. زي ما انت شايفه هنا انا بحقن بالفيلر في الاماكن الموجوده عند الخدين. والحقيقه انا ممكن استخدم انواع معينه من الحقن طبعا، وانواع معينه من الحقن او السرنجات او الاسنان. ايضا هنلاقي برضه يمكن حاجه تتردد قدامنا دلوقتي، ان انا بحقن فيلر في مقدمه الراس في علامات لا تختفي بوجود هنا، هتلاقي الحاله دي انا بحقن هنا فيلر وليس بوتوكس، لان هذه الحاله في علامه موجوده في الوجه لا تختفي، هي اساسا موجوده ستاتيك، الانسان من غير ما يعبر تعلم علامات وجهه ونبص هذه العلامه موجوده، فمهما تحقن من البوتوكس العلامه دي مش هتختفي. فهنا ده الحقن بالفيلرز زي ما انت شايف على جانبي الفم ممكن يكون، عند الاخدود الجانبي الايمن الايسر ممكن يكون، عند الخدين ممكن يكون، تحت الشفره او اعلى الشفره ممكن يكون موجود. ده الطريق الثاني من الحقن. الفيلرز دايما عشان نبقى عارفين الحقيقه احنا بنقسمه لثلاث انواع. في الفيلر الخفيف اللي هو النوع الاول، والمتوسط النوع الثاني، والثقيل اللي هو النوع الثالث، 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8 و9 و10 على حسب الوزن الجزيئي بتاع ماده الفيلر. فالفيلر اللي موجود مثلا هنا بيبان قدامي، انا بحقن الفيلر بيدخل تحت الجلد، هذا فيلر محقون من داخل تحت الجلد، بيبتدي يعمل هذا التجويف اللي موجود، وبعد كده يبتدي الجسم يتعامل معاه وياكله. الحقيقه الفيلر زي ما انا بقول لك هو ثلاث انواع، يعني اسفل العين اعمل نوع من الفيلر الخفيف اللي هو 1، الشفه اعمل الفيلر المتوسط اللي هو 2، الخدين اعمل الفيلر 3 اللي هو نوع كبير. هنا الفيلر محقون تحت الجلد زي ما انت شايفه، انا بطلع بالابره وبحقن، فبيبتدي يعمل تجمع موجود. ودايما نقول ان الهايبر كوركشن يعني ان الجلد يتصلح بطريقه اكبر هو النوع الاحسن، ومع الاوقات الجسم بيتعامل مع هذا الفيلر ويبتدي يتعامل معاه وياكله وهكذا. دكتور، مع تطور التكنولوجي كان في كلام كتير جدا وابحاث كتيره جدا عن دور الخلايا الجذعيه في العديد من العلاجات المختلفه، ولكن الحقيقه هل الخلايا الجذعيه كان ليها بصمه في علاج تجاعيد الوجه او كل ما يتعلق بالتجميل، يعني هل اثبتت كفاءتها ولا لا؟ ده الطريق الثالث من الحقن، ان احنا بناخد عينه دم من جسم الانسان ونبتدي نركزها بجهاز معين عشان نفصل البلازما عن الدم. فبيتكون عندي ما يسمى بي ار بي اللي هو البليتلتس ريتش بلازما، او بيتكون عندي البي بي دي اللي هو البلازما بور البليتلتس بور بلازما.
هنا هذه البلازما بتحتوي على الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه باخدها واعيد حقنها من جديد. اعيد حقنها في كذا طريق، ممكن اعيد حقنها في الوجه ويبقى ليها تاثير عن طريق سبوحه الوجه وعن طريق نضاره الوجه وهكذا. ممكن احقنها في فروه الراس تساعد برضه في نشاط الشعر. تبقى مؤقته يا دكتور ولا دايما؟ هي بتبقى على عده جلسات، وطبعا هي تاثير الخلايا الجذعيه حتى هذه الوقت تحت البحث، لكن معظمه ثبت انه بيدي تاثير مباشر وبيستمر. وده الطريق الثالث من طرق الحقن، اللي هو الحقن عن طريق الخلايا الجذعيه بعينات من الدم تتاخد تتركز تتفصل البلازما اللي فيها الخلايا الجذعيه ويعاد حقنها في اماكن مختلفه. ده نوع من انواع الميزوثيرابي. طبعا في الوش تدي نوع من انواع الحقن، في الشعر تدي نوع من انواع الشعر وهكذا. طيب انت يا دكتور الجا لحقن الدهون، ان انا اخد دهون من الجسم واحقن بيها اجزاء معينه من البشره او الوجه اللي بتظهر فيها علامات التجاعيد. ده النوع الرابع من الحقن الحقيقه اللي هو حقن الدهون. حقن الدهون ده الطريقه اللي تعتبر اكثر تقدما في كل الطرق. اولا لانها مش مؤقته زي البوتوكس والفيلرز والخلايا الجذعيه. الحاجه الثانيه ان هي بتقدر بتاخد دهون من داخل جسم الانسان تعيد تركيزها بطريقه معينه بحيث ان هذه الدهون تتركب بطريقه معينه وبعدين تعيد حقنها في العلامات الموجوده في الوجه. عاده انا بدخل في الوجه من سبع اماكن. انا بدخل من الخدين بابرتين عشان املى الخدود واملى اسفل العين، وادخل بابرتين من النيزوليبيال من جانبي الانف يبقوا اربع نقط، وبدخل بنقطتين من جانبي الفم للشفه العليا والسفلى والذات، والنقطه الاخيره بملى اللي فيها الجبهه اللي موجوده في فروه الراس. هذا النوع الحقيقه من الحقن يمكن زي ما هو باين انا باخد شفط عن طريق سرنجه من الطرق، والشفط ممكن يكون بكذا طريقه، ممكن يكون عن طريق اللي انا جايبه ده بانبوبه طويله اللي هو السيرم تكنيك، وممكن يكون عن طريق الليزر، وممكن يكون عن طريق شفاط عادي، ممكن يكون عن طريق الالترا ساوند، كلها طرق مختلفه بيتم حقن الدهون زي ما انت شايفه كده موجوده في الانبوبه، وبعدين بيتم تركيز الدهون دي بان بخفف الدهون من سرنجه كبيره 60 سم لسرنجه صغيره 10 سم، وبعدين ارجع اخفف الدهون من سرنجه 10 سم لسرنجه 10 سم، بيبقى يكون عندي الدهون كانه امولسفايد، كانه سائل بس ليه كثافه الدهون، وابتدي احقنه. الحقيقه يا استاذه انا اللي عايز اقوله ان هنا مرهون التركيز طبعا اللي انا شايفه من سرنجه لسرنجه وهكذا، ببتدي اتعامل مع الدهون بحيث ان انا اخفف كل الكميه اللي موجوده جواها. الحقيقه هنا الدهون تقدر تقولي ان هو اولا من جسم الانسان، وجسم الانسان دي ميزه. الحاجه الثانيه بياخد فتره زمنيه اطول، دي ميزه ثانيه. الحاجه الثالثه ان الدهون اللي بحقنها كلها خلايا جذعيه، ما هي كلها بلازما وكلها ستيم سيلز، فهي بالتالي وعشان كده هذه الطريقه احدثت ثوره كبيره في العلاج. اللي بيفكر ان هو يعمل حقن يفضل معاه فتره طويله بيكون الحقن عن طريق هذه الدهون، وطبعا ما نقدرش نقارن بين حاجه بتقعد ثلاث شهور او ست شهور وبين حاجه ممكن تستمر فترات اطول، وممكن الانسان ما يعملهاش طول عمره الا مره واحده. زي ما انت شايفه ان ممكن اللي ظاهر قدامي ان احنا بناخد الدهون وبنحاول نخففها بطريقه معينه، وبعد ذلك هيتم حقن الدهون بالنسبه للواجه اللي موجود قدامنا بطريقه ثانيه من الطرق. يمكن برضو الحقيقه لما هنيجي نبص على الدم دلوقتي هنلاقي قدامنا ان هنبتدي عمليه الحقن بالنسبه للوجه. هنا الشخص ده بنبتدي نحقن في جانبي الوجه بابره صغيره، ودي من العمليات السهله جدا اللي ما فيش اي تدخل جراحي. زي ما انت شايفه هنا الدخول في جانبي الانف وابره بسيطه، وبتقدري تاخدي المكان اللي فيه الدهون بالناحيه اليمين وايضا الناحيه الشمال وهكذا. زي ما قلت لك احنا بندخل من خلال سبع نقط. زي ما انت شايفه هي عمليه سهله ما فيهاش خياطه. المريض بيستفاد بحقن الدهون من كل اماكن مختلفه من جسمه في نفس الوقت. تفضل يا دكتور مستمره ولا بيحتاج ان هو يجددها كل فتره؟ الحقيقه يا استاذه ان لو اجريت بطريقه سليمه انت المفروض بتحقني دهون تعوض الدهون اللي اتحرقت في الفتره الزمنيه. انا المفروض ان انا عندي 40 سنه واجريت هذه العمليه، المفروض ان هذه الدهون لو اجريت بطريقه سليمه تقعد معايا فتره زمنيه لنفس الفتره الزمنيه الموجوده. سريعا يا دكتور في دقيقه، الاجهزه اللي انتشرت دلوقتي في محلات الكوافيرات والتجميل والمتعلقه بتفتيح البشره وتطويل الشعر وحاجات كتيره، يعني لا الحقيقه لا، يعني لابد ان يكون الكلام ده مقنن وتحت تاثير طبعا اشراف وزاره الصحه. للاسف احنا بنسمع عن كلام غريب جدا، واحنا بنشوف في عياداتنا الاثار الجانبيه السيئه لمثل هذه الاشياء. يعني بتجيلك واحده محروقه في وشها او محروقه في شعرها،
نتيجة أي تعامل بأي مواد كيميائية بطريقة مختلفة أو شيء من الأشياء ده طبعا يؤدي إلى تغيرات رهيبة جدا وتبقى مشاكل كبيرة جدا. هذا الكلام غير مقنن، وأعتقد أن دلوقتي الشعب المصري ابتدى يبقى واعي وابتدى يفهم إيه الصح وإيه الغلط وابتدى تستوعب. وكل سنة وانت طيبين. وانت طيب يا دكتور، بألف صحة وسلامة. طبعا هنتكلم المرة الجاية، اتفقنا عن انتفاخات الجفون ان شاء الله بإذن الله. بشكرك شكرا جزيلا. ومشاهدينا الكرام، الأسبوع الجاي ان شاء الله في دنيا جميلة هنتكلم عن انتفاخات الجفون. ولكن فقرات النهاردة صباح الخير يا مصر مستمرة معاكم من حديقة الأزهر. خليكم معنا وتابعونا، وكل سنة وحضراتكم بألف خير. We'll be right back.